بطلت ليه؟ أه؟ انا قلت لك تبطل. اسف. يلا كمل كمل. يلا 62. مش كده، اسرع. يا فندم 64. ما كفايه بقى حضرتك على كده. هو مش قال لحضرتك 60. انه مش هيسرق تاني بعد ما الناس بتشتغل طول اليوم وتشقى وتتعب، ها، وهو يجي يسرقهم. 70. وانت طبعا صدقت انه مش هيسرق تاني، ده بيقول كده علشان يصعب عليك. يلا كمل. 74 75 75. بتتفرجي على ايه؟ 76. بهلوان قدامك عاجبك قوي؟ يلا اتفضلي اطلعي بره وشوفي شغلك. ادي كل اللي بناخده من الستات واقفه تتفرج. 81. ده هم 50 روبية. بيقولك هو سرق 50 روبية بس حضرتك. 50 زي 500 ألف، في النهاية برضو سرقة، ها؟ دي فلوس واحد تاني اشتغل وتعب وهو حرامي ومجرم وسرقها. يلا خده من قدامي. حاضر يا فندم. يا عسكري خده من هنا. هتعملوا ايه؟ هتعملوا لي ايه؟ مين اللي وصل لمكان الجريمة؟ أنا. مين كتب التقرير؟ أنا. مين اللي سأل الناس؟ أنا. مين حقق في القضية؟ أنا. اللي عمل كل حاجة؟ أنا. ومين اللي هيتشكر في الآخر؟ هي المحققة رفاتي. سيادة المحققة؟ أيوة، الحرامية اللي سرقت قضيتي. أنا عرفت عنها كل حاجة، كملت تعليمها في أندور وبعدها اشتغلت في الشرطة، وحاولت تنقل نفسها كذا مرة لمومباي وطبعاً فشلت، ودي أول مرة ليها هنا. وهي بقى تعرف إيه عن شعب مومباي ولا مشاكل مومباي ولا قضايا مومباي ولا شوارع مومباي؟ مين يعرف كل ده؟ هي ولا أنا، ها؟ حضرتك هنعمل إيه طيب لو القرار مفروض علينا؟ ساعتها مش هقول لها أي معلومة حتى ولو صغيرة عن التحقيق. هقول لحضرتك حاجة، من غير مساعدة حضرتك هي مش هتعرف تكمل التحقيق للآخر. طبعاً مش هتعرف، مش هتقدر. خلينا نتفرج بقى عليها وهي بتقع لما تواجه راجان برافات. في ايه يا روكي؟ انت بتخبط فيا ليه؟ روح بعيد. في ايه يا عم روكي؟ عمال تخبط وكأنك عايز نعمل حادثة. ايه في ايه؟ ايه اللي حصل لك في الحادثة؟ انت ما تعرفش ان اللي بيعمل حادثة بيموت؟ بيموت؟ طب يلا موت بقى. فهمت، لازم اموت. انا ميت، انا مت خلاص. ايه رايك؟ انت حتى مش عارف تموت خالص.